عثرت الشرطة النمساوية على عشرات جثث لمهاجرين داخل شاحنة متوقفة إلى جانب طريق سريعة جنوب البلاد قرب الحدود مع المجر. متحدث باسم الشرطة النمساوية قال إن الأجساد بدأت بالتحلل وأنه من الصعب تحديد عددها بشكل دقيق، غير أنه يتراوح بين 20 إلى 50 جثة، مضيفاً أن الشاحنة تحمل لوحة تسجيل مجرية وكانت مركونة في مكان مخصص للوقوف على جانب طريق سريعة في ولاية برغنلاند الحدودية. وزيرة الداخلية النمساوية تقول: تجار البشر مجرمون، من يعتقد أنهم لطفاء لا يمكننا مساعدتهم. في هذه الأثناء تعقد قمة أوروبية مع زعماء منطقة البلقان للتباحث بشأن أزمة المهاجرين، فبلدان مثل مقدونيا وصربيا تعد المدخل البري لأوروبا. الحادث بمثابة ناقوس خطر يذكرنا بضرورة التعامل مع مشكلة الهجرة وحلها بشكل سريع. بالنسبة للروح الأوروبية، الأمر يقتضي روح التضامن. الكثير من الغموض ما يزال يلف الحادث. السلطات قامت بنقل الشاحنة لإجراء تشريح للجثث وتحديد عددها والطريقة التي فقد بها المهاجرون حياتهم.